السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أول المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نواحي مدينة تاونات كانت واحد العائلة كبيرة ما شاء الله. العائلة اللي كيهمنا منهم هما واحد جوج خوت، هاد جوج خوت والدين وليداتهم، يعني والدين ولادهم، يعني كيتسمى ولاد العم هادوك الولاد. واحد والد واحد البنت، واحد فيهم والد واحد الولد. الولد كبر من البنت تقريبا شي 4 سنين بحال هكاك، 5 سنين بحال هكاك، وهما باقيين صغارين، يعني الولد مع البنت والعائلة وهادوك الخوت يعني والديهم كيقولوا بأن فلانة لفلان وولدنا ما غيتزوج إلا بنت عمو، والعائلة تاع الدرية كتقول تاهي بنتنا ما غنعطيوها إلا لولد عمها فلان. يعني هما الدري مع الدري كبروا في الجو تاع انهم اللي غادي يوصلوا السن القانوني تاع الزواج، او اللي غادي يكونوا مؤهلين انهم يتزوجوا غير يتزوجوا مع بعضياتهم، يعني حتى واحد مقرر انه يتزوج من شي جهه اخرى، يعني كبروا على الاساس. وبالتالي ولات بيناتهم واحد الالفه غير طبيعيه، يعني يمشوا مع بعضياتهم، يجيو مع بعضياتهم، يضحكوا، يلعبوا، يسافروا، يعني مع بعضياتهم الكل في الكل. اللي حتى داروا تقريبا هذيك تقريبا ديك البنت دارت بحال ما كانش 17 عام، والولد بحال ما كاك شي 21 عام 22 عام بحال ما كاك. والولد الإشارة كان ملي هو في عمرو 17 عام بحال كاك 16 عام كان كيهبط لمدينة الدار البيضاء وكيخدم، اللي عارفين عليه أنه خدام شي وطيل ولا شي حاجة ما عليناش. هنا كيما قلنا البنت ملي وصلت هذيك 17 عام 16 بحال ما كاك غادي يوقع واحد النزاع ما بين العائلات، هادوك الخوت والدين هاد البنت مع الولد غادي يتخاصمو وشي ما غيبقى يشوف شي، والعائلات غتنفر بعضياتها وغيتولي بيناتهم واحد العداوه من بعد ما كانوا عائله ديال بصح. هنا شنو غادي يوقع؟ طبعا شحال ديك العلاقه غتولي محرمه من بعد ما كانت مباحه. هنايا واحد بنت عمهم واحده اخرى هي اللي هي قدهم في العمر، هي اللي كانت كتامل لهم هذيك الملقه ملي كيجي الدري من الدار البيضاء والبنت تما في نواحي مدينة تاونات كتلاقيهم، لان والديهم ما كيبغيهمش يتلاقاو، صافي كرهوا هذيك العلاقه وقالوا ما كاين لا زواج لا والو سيدي، حنا مابقيناش كنحملوهم، ما بالو كانت ناس معاهم ما بيننا وبينهم، شو حتى الاخرين حتى كيقولوا نفس الشيء. مزيان، حنا شنو غادي يوقع؟ العائلات غادي تسابقوا الخبر، غادي يعرفوا بان الولد باقي كيتلاقى مع البنت، والعائله تاع البنت غادي يعرفوا بان البنت باقي كتلاقى مع الولد. هنا غادي يشدوهم، العائله تاع الولد غادي يخاصموا عليه، واللي ما لقيتش الا بنت فلان. حنا كنا كنقول هذيك الهضره، ولكن دابا اللي وقع ما وقع صافي، نجيب لك واحده اخرى، هذيك ما بقيتش ديها صافي. هو بخوه الدريه كذلك مثال، جابوها عطاها باها واحد القطعه ديال العصا، قال لها الا إيه علمت عليك مشيتي عند داك السيد ودويتي معاه ولا كذا وكذا غادي نشدك نقتلك، اخر غادي اخر نهار غادي يكون في حياتك. صافي هنا يفرقوا، ولكن كما قلنا باقيين كيتلاقاو خزنه، هذيك بنت عمهم الاخرى هي اللي كتلاقيهم بلا ما يديو ما يجيبو العائلات. تقريبا داير شحال من شهر تقريبا اولا شحال من عام تقريبا عام وشي حاجه ماشي بزاف، وصلت البنت شي 18 عام بحال هكا. هنا العائلات عاقوا بهم باقيين كيتلاقاو بان هذاك الشيء اللي خاصموا عليهم شحال هادي، ولو انهم هدوهم بالقتيله كاع والو، يعني الناس متمسكين مع بعضياتهم ما يمكنش، لان واحد الولد مع البنت من صغره وانت كتقول لي بانك غتزوج فلانه، والدريه هي من صغره وكتقول لها ملي غتكبري غادي نزوجك بفلان، وبيناتهم واحد الالفه معينه راه ما يمكنش تحيدها ما بين ليل ونهار. يعني الوالدين هما اللي داروا هذا المشكل اصلا، وهذا المشكل يعني كنشوفوه كاين عندنا في المجتمع بزاف، كيكون وليدات صغار حقا فلان غيتزوج فلانه او فلانه غتزوج فلان، هادشي هذا ما خصوش يكون بتاتا. ابنهم تاع كبر وهذيك الساعه راه نشوفوا شنو كاين، وفي نهايه المطاف راه انسان كيدي غير هذيك اللي مقسم ليه الله. ما عليناش، هذا موضوع اخر. هنا يقروا العائله ديال البنت يزوجوها، قالوا لا انت غتبقى تجيب لنا شي فضيحه، انت خاصنا نزوجوك. مشاو جابوا لها واحد السيد ايوا جا خطب، جا خطب البنت. البنت ما على الا انها تكون موافقه، ما عندهاش راي اخر، خاصها توافق وصافي. المهم خطبوا الناس، داروا كل شيء المراسيم، ليله الحنه، ليله الحنه، البنت بارزه وكل شيء وحنات وما الى ذلك، ولكن هي متفقه مع خونا مع ولد عمها، متفقه معاه على اساس انهم غادي يهربوا هذيك الليله. ولكن شكون اللي كينسق ما بيناتهم؟ هي ديك بنت عمهم الاخر. في هذيك الليله من بعد ما سالات الليله تاع الحنه هزات حويجه، هزات هاكا وخرجات وتلاقاو في واحد البلاصه معينه، شدوا طاكسي وهبطوا ديريكتومون للدار البيضاء.
فاقوا الناس طابي الحال تما فتاو ناس ما لقاو البنت للولد، عرفوهم هربوا من بعضياتهم، ما عرفوهمش لا فين مشاو لا فين جاو، لي عارفينو بان فلان خدام فوق طايل في الدار بيضا فينا و سيقلب عليه، تا واحد ما عارف ليش حاجه، طابي الحال هما مابقاوش رجعوا تمايا. صافي هنايا داك ولد عمها دايره فيها الثقه، ولد عمها هذاك بغا يتزوج بها. صافي جاب عنده للدار بيضا. كان كاري واحد الدويه، ملي دخلت لقات واحد ثلاثه ديال الشباب اخرين، قال ليها هادو راه خدامين معايا وكذا وكذا وكذا. صافي هادو راه بحال العائله ديالي، وهو قال لهم اودي راه هادي راه ان شاء الله راه تكون مراتي وغنتزوج بها وما الى ذلك. هو كيمشي كيخدم، فاش كيخدم الله اعلم، هي في الاول ما كانتش عارفه شنو كيدير، هو اصلا ما خدام لا فوطيل لا والو، غير كان كيقول لعائلته والدوار بانه خدام فوطيل. هاد البنت كانت مرة تقليدية ديال بصح، تعرف غير الدار، تعرف الطياب، تعرف التخمال، التشفاف، ما تعرف حتى شي حاجة أخرى، ودرويشة. ملي جات هنايا عند السيد ولد عمها، ولات كتلاحظو أنه كيجيب الشراب، الكارو، المخدرات، وهادوك صحابو الآخرين، وشنو كيديرو؟ عندهم واحد الماكينة طابيعة، الناس خدامين، عصابة ديال تزوير المال، كيزورو الفلوس، كيطابعو الفلوس، كيزوروها بواحد الماكينة عندهم، كيمشيو كيصرفوها. كيطبعو غير واحد العدد قليل، كيفرقوه مع بعضياتهم، وكل واحد كيمشي لمكان معين كيشري شي حاجة باش يبدلها بفلوس حقيقية. هكذا هذه كانت الخدمة ديالهم. هنايا صافي البنت راه عرفات داكشي اللي خاصها تعرفو، لأنها صافي عاشت معاهم، ولات حتى هي كدير بحالهم، ولات حتى هي خدامة بحالها بحالهم، ولات حتى هي تزور فلوس، تخرج مع هذاك السيد اللي في مثابة راجلها، واخا لحد الآن باقي ما تزوج بها ما والو. المهم كيمشيو كيصرفوا فلوس، كل واحد فين كيصرفوا، هما اللي كيطولوا في واحد المدينه معينه كينتقلوا كيشدوا الرحال لمدينه اخرى، كيريحوا فيها واحد 6 شهور 7 شهور بحال ما هكا، كيخدموا يجمعوا الفلوس يصرفوها على برا، كيمشيو لمدينه اخرى. كان اخر مقام ليهم مدينه اكادير. هنا فهم اللي مشاو لمدينه اكادير كراو بعضياتهم، والدراري الاخرين كراو بوحدهم، ولكن كيتلاقاو في الخدمه وداكشي، كيفرقوا الفلوس على بعضياتهم، كل واحد يصرف بوحده. وهاد خونا هاد ولد عم البنت، يعني ما بنت عمو، ولو كارين دويره بوحدهم. صافي قالت له شوف هاد 3 سنين وانا كنعرفك، 3 سنين تاع الدوران وجولان من مدينه لمدينه، خلينا نستقروا. صافي دير شويه الفلوس ودير شي بيعه وشريه وحيد من الزبل هذا، وصافي نستقروا في مدينه وحده، علاش حنا كل مره في مدينه مالنا حش فاره بحال ما عرفش ندايرين. قال لها شوفي اخر مره دابا غادي نديروا هاد العمليات، وهاد المدينه دي غادي نستقروا فيها. المهم بقاو في اكادير. هنا جمع واحد البركه تاع الفلوس، يعني ماشي جمعها، زورها كنقصد، يعني طبع بزاف صحابو راه داعوا في برات المدينه وكذا، كيمشيو كيشريو شي حاجه كيصرفوا الفلوس مزوره فلوس حقيقيه. وهو وهذيك السيده لبسها واحد الجيليبيا وكلبسها واحد الزويف، على اساس انهم يلاه مزوجين، معايا البنت كتبان باقا صغيره وكذا، يلاه مزوجين. وكيمشيو للسوق او القصريات، كيدخلوا عند مول الاواني مثلا وكيهزوا بالقطره، المهم براريد كوكوط جميله، المهم اي حاجه كيسان اي حاجه ديال الاواني ديال الكوزينه، كياخذ كيعطي المول البوتيكه، كيتخلص كيمشي فحالاته. هو الهم ديالو هذوك الحوايج، اما غيعاود فيهم بيع اولا هذاك الصرف اللي كيرجع ليه من 4000. بقاو على هذا الحال اللي حتى وصلوا لمول مانط، واحد مول مانط دخلوا عنده تمايا. المهم كيقول لمراته بين قوسين مراته شوف شنو عجبك هنايا، كتعزل بحال الاساس انهم يلاه مجوجين يلاه كيعمروا في الدار. السيده كانت هاد المانطه زوينه، هادي هاد اللون هادي، هزو بزاف، يعني شحال من مانطه بحال ما هكاك، دوك الخوامي بحال ما هكاك غالي، هذوك مول المانطه عندو كلشي. المهم قال لي شحسبت لي في الاخر واحد المبلغ اللي هو كبير ماشي صغير، جبد لي غير الزرقاء 200 درهم عطاه. المهم مشى في حالاته وعيط لواحد مول الكروسه، هذاك السيد هز ليه المانط وهز ليه كلشي، وقال ليه يلا بيا عند مول الزرابي غناخذ شي زربيات من عنده. مشاو عند مول الزرابي، يعني ديك مول الكروسه كيتسنى باش يسالي التقاضي ديال الزرابي ويحطهم ليه في الكروسه مع المانط. دخل عند مول الزرابي بحال ما هكا، هاد الزربيه نفس القضيه، بغى ياخذ بزاف. هذاك مول المانط ملي مشى السيد مع خدام عنده كميه كبيره، بدا كيعاود يحسب الفلوس، قال له ربما يقدر يكون مثلا، المهم دير لي شي حاجه ولا انا ما عرفتش نحسب ولا شي حاجه. كيحسب بحال ما كيلاحظ بان الفلوس شويه بحال وجبد واحد 4000 عنده، جبدوا يقارن بك فلوس ويكتشف انها مزوره،
هو يشد براسو خرج بقى كيقلب كيسول تمايا في السوق صحابو كذا باش لكم واحد السيد ما سيد كذا فين واش واحد السيد كذا كذا راه فين راه مول الكروسه كانوا غاديين معاه راه وقفوا عند مول الزرابي مشى كيجري دخل لقاه عند مول الزرابي باقي ما خداش من عند الزرابي واش نق عليه صافي دخلوا الناس كذا مالك مال قال لهم هذا السيد اعطاني فلوس مزوره شرا ما عندي مانط هاما فين باقيين في الكروسه وعطاني فلوس مزوره هاي فين يعيطوا لي البوليس المهم دار لي الشوه تما البوليس حضروا صافي البوليس عرفوا بان مول مانط قول خدا فلوس مزوره وباع مانط بقيمه فلوس مزوره وراها ليهم البوليس اكتشفوا بان فلوس مزوره صافي شدوهم لقاو عليهم قبض ادوهم هنا بقاو كيدوروا في عينيهم اهو ما يعترفوا ادوهم للدار لقاو هذيك الماكينه تاع طبيع الفلوس جابوا هذوك الناس صحابو اللي مازالين كيدوروا برا المدينه كفرقوا الفلوس حتى هما يا وبداو يقولوا ليه عاد بن مشيتي تقديتي عند فلان فلان هاد السيد دار بهم في السوق كامل تقريبا اللي عنده شي فلوس مزوره جبدوها ايوا ايوا السيد مع السيده تقدموا العداله ايوا تحكموا ب10 سنين لواحد وملي دخلت السجن اكتشفت راسها بانها حامله ولدت واحد البنيته في السجن ايوا هذه النهايه ديال القضيه ديالنا ديال اليوم كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم دمتم اوفياء القناه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.